صعبة جدا، صعبة للغاية غاية، صعبة الحياة صعبة. هالشباب في عندك شباب متعلمي، هلا ابن ابني انا بتخرج ومعه شهادة وراح تهيت، قالوا بس وقدم امتحان ونجح، قالوا بس شافوا فلسطين متأسف. مستقبل بخاف انه هالولاد الشباب اللي طالع هايدي، الشباب هايدي اللي ما في تعليم مزبوط وما في ثقافة لهم، هون عنا ما يضل الولد بالشارع داير، لأنه ثلاث أرباع الشباب شو بلا عاطلين بلا عمل، هذا حرام ما بيجوز. بتغير كل شيء في حياتك، نفسي بترتاح، نفسي بترتاح، ببوت أرض وطني، بروح على على على, على أرضي اللي فيها اللي بعدها موجودة لأرضي إن شاء الله، إذا الله بريد، إذا الله بريد. بس أروح أجتمع أنا وجميع الأهل كلها يعتبر. محاصرة غزة، محاصرة الشعب الفلسطيني، محاصر برا كمان، نحن هون محاصرين بلبنان، لازم ننظر بعضيتنا.